الاجتماعي والاعتقادي والمصيبه في البلاد، كنا نعرف هذا الخطاب، لكن للاسف كان الخطاب اكد على مساله المصالحه وبالمقابل على مساله انه عسكر خاصه في الوضع المتاح. شو جعل الحرب الميزه؟ في الحرب المتاح شو الجيش؟ مش حرب المواطنين في مواجهه الجيش؟ في يوم العرايس مش حرب المواطنين في مواجهه الجيش؟ كيف جعل؟ باهي شركه بتروليه في الصحراء ليش مؤسسات عسكريه تحمل والحركه السبعيه ما طرحتش على روحها غرق المؤسسات البتروليه او الوصول الى المؤسسات البتروليه. اما الاعتصامات في عوض ايجاد يعني كيفاش تحاول تاكد على ضروره الحوار والاستماع الى الحركات الاجتماعيه تخليهم بالعاده العاملين يستناو شيء طبيعي بعد مسكر الكياس. شيء طبيعي اللي ما تسمعوش انت وتخليه بالعاملين وبعد تطرق بس سكرت الكياس. ثم بركات كي سكروا الكياس. مع المصايب والهم هذا وصولوا. راهو اليوم الوضعيه الاجتماعيه اللي وصلنا لها في المناطق الداخليه وفي الجهات مع الكوارث نتاعهم راهو المعتمدين والولاد المسؤولين نتاعهم والمصايب نتاعهم على عينهم راهو شيء فوق فوق الطاقه فوق الخيال. راهو الكوارث معتمد جاوا عائلات في ملوج يسمعوا على اولادهم وتفقدوا بين بحاره بين ليبيا وكذا هرب. قسيمة مدينة عندها أكثر من ثلاثة شهور معبد ما فماش هرب. والمعتمدين الآخرين لا هربوا. راهو جابوا ما جابوش على الأقل حتى كي نحكيو على التجمع ما جابوش من الناس اللي كانت عندهم على الأقل حد أدنى معناه من الكفاءة وحد أدنى من النظافة مش من حيث المبدأ اللي ضد المخالف كان في التجمع. لكن راهو جابوا الميليشيات مش صف ثالث وصف رابع. قائمة إلى جابها وشفتوهم أنتم بعض المعتمدين على قناة التلفزية. شفتوا بعض الناس يعني المصايب والكوارث نتاعهم ومش تحبوا في نهايه المطاف الفساد اللوبيات لانكومبيتونس تاع الوزن نتاعهم تشوفوا فيها الهيطة يجي يقول صح يقول سداد السيقات لوبيات الفساد المعتمدين نتاعهم في الجهات الولادات نتاعهم في الجهات وفي نهايه المطاف شكون باش تحمل مسؤوليات الحركات الاجتماعيه في هون شكون جابوا الكرسي هذايا كي جابوا لك الناس المزمر على الكومات في الدوله العامه ب 17 ولا 18 جابي صحيح ما عندهمش لا برنامج ولا عندهم قياده ولا عندهم كذا اما دفعوا الفاتوره على اساس نتيجه هذا المنوال تاع التنميه امبارح ما جبتش بكل على منوال التنميه لا امورنا لاباس وامورنا خط العاده وحاجه المشكله الوحيده هو الحركات الاجتماعيه خطاب كامل امبارح انه نجربوهم بعد ما جربناهم قبل وبعد ما كفرناهم قبل اليوم المؤسسه العسكريه المفتي قبل قال راهو الحركات الاجتماعيه راهو حرام جربناهم اكثر من 300 في الحبوسات ما مشاتش توا نكملوا نقل المؤسسه العسكريه في مواجهه الحراك الاجتماعي. ويمكن ملي اذا زميلي كان عنده توظيف ولا أو بس أعطوهم كلمات.